الكرة لم يكن بشكل سليم، وتعطمي الدولي المغربي وليد أزارو وحمل الدافية للبطولة الوطنية مشاهدينا الكرام، لكن يبقى على رأس صدارة الدافية لاعب ويليام جيبور 16 هدف، بين ملعب وليد أزارو لديه 8 هدف، رابع أفضل الهدافين بعد جلال الدودي ومحمد الفقي، ولا ننسى الجوليادور الماتادور الودادي ويليام جيبور. هنا التغطية ودادية من شارب الأمين عطوشي يرسل، لكن الحكم يوقف المباراة بسبب إصابة اللاعب حميد أحداد أمامنا على الصورة. هذا هو حميد أحداد، كان في صراع ثنائي مع مرتضى الفال لوجود خطأ، يقول الحكم خالد النوري. وذكر المشاهد الكرام بالمباراة الذهب التي جرت بملعب بلفدير، ملعب الخاص بفتح الرباط، انتهت واحد مقابل واحد. الدفاع وقتها كان والمتقدم في المباراة عن طريق حميد أحداد. حميد أحداد ومن سجل هدف الوحيد في مرمى الوداد خلال لقاء الذهب. ماذا في مفكرتك يا الحصين، وماذا حضرت لهذه المباراة يا الحصين؟ لأن الثلاث نقاط هي الأهم بالنسبة للوداد، وهو المبتغى لأنصار الأحمر من أجل الابتعاد عن الغريم. ما أصعب اللقاءات السابقة وما أكثر المباريات المثيرة فيما تبقى من مشوار الدوري المغربي عبر قنوات بي إن سبورتس. الوداد لديه مباراة أمام طنجة، أمام الفريق الرجاء الرياضي في الديربي، وأمام أولمبيك أسفي بملعب المسيرة. يمكن نظريا هذه أصعب اللقاءات التي تنتظر نادي الوداد البيضاوي. نفس الشيء الراجا وحمل المعني بأمر لقب البطولة، عنده كلاسيكو أمام الجيش، وعنده مباراة صعبة في الختام مشوار البطولة أمام الدفاع الحسن الجديدي هنا بملعب العبدي. ولا ننسى المباراة الملغومة أمام اللوسيكا أمام فارس الفوسفات في مباراة ربما قد تدور من دون جمهور، في انتظار قرارات الجامعة الملكية المغربية لكرة القلم بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت بالأمس بمدينة مراكش من جانب فصائل جماهير الرجاء الرياضي. مع الأسف نفس المأساة تتكرر، نفس المشاكل تتكرر، وكان من حق السلطات المغربية الحد من مثل هذه السلوكات المؤسفة السلوكات التي لا تمت بالرياضة بصلة، وبالتالي الضرب بيد من حديد على كل من يسيء لكرة القدم الوطنية وكل من يخدش صورة كرة القدم الوطنية. قرارات صارمة اتخذت في السابق وربما قرارات أخرى في الانتظار هذه المرة من طرف الجامعة بمعاقبة فريق الرجاء بعد الأحداث اللارياضية تماما من جانب فصائل الرجاء الرياضي. حقيقة شيء يحز في النفس أن تتابع فصيلين من نفس الفريق في تطاحن كبير وسط المدرجات. هذا بكل تأكيد يسيء للجمهور المغربي عامة ويسيء لصورة كرة القدم الوطنية، ولطالما نادينا بالروح الرياضية، لطالما طبعا نادينا طبعا حضور جماهيري تحت كنف الروح الرياضية، ولكن مع الأسف نعيش نفس المأساة. عموما على الجامعة الملكية المغربية مرة أخرى الخروج بقرارات صارمة. هذا هو القانون، هذا هو القانون للضرب بيد من حديد على كل من تسوي اليوم نفسه للإساءة لصورة الدوري المغربي الممتاز ولمشهد العام عموما للرياضة الوطنية. هذه كرة جانبية لفائدة فريق الدفاع الحسنية الجديدة عن طريق اللاعب زكريا حدريف، صعود يوسف أجردو، مروان الأدودي، وكذلك وجود الثنائي أيوب نناح وريد أزارو من وراء الكرات الثابتة. يقف الكابيتالو اللاعب المخرم زكريا حدريف يسعدون لتنفيذ هذه الكرة الجانبية. كرة قتلت بالجديد للفريق الدوكالي، شنئان كبير داخل منطقة الجزاء، أحد يريد الخسارة، خسارة النقاط. هذه المواجهة في الطريق نحو اللقب. هذا هو زكريا يرفع، غريبة غريبة هذه الضربة الرأسية من أحداد، وكانه مدافع ودادي. الفرصة لازالت قائمة، عرضية خطيرة، العروبي في أصعب امتحان منذ بداية المباراة يتصدى لهذه الكرة. سوير وين 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 وين
زوير أراضيك يا زوير، تعود حيث كانت البداية يا زوير. هنا كانت الانطلاقة، هنا كان التوحش، هنا كانت النجومية يا زوير يا العربي. لما حققت اللقب غالي، لقب الكأس الفضية رفقة الفرقة الجديدية تحت القيادة الجزائرية لعبد الحق بن شيخة، واحدة من السنوات الرائعة التي أمضاها زوير. ولكن تختلف الصورة العربي، ويدادي في ملعب يعرفه جيدا، زكريا حريف يرفع في القائمة الثانية. زوير التقدير كان ممتاز، تعطل ومناورات جديدية عبر الأطراف، زكريا ونناح وحميد أحداد تحت الاختبار الدفاع الودادي. هذا هو لعب سعد القرو، سعد القرو خطأ 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 خطأ، نعم خطأ يا أناجم، الدفع كان واضح يا أناجم، وبالتالي لا تجادل ولا تناقش. هكذا قرر خالد النوري، شوف الإعادة، أناجم فعل الخطأ موجود، استعمل يده اليمنى والدفع كان قادر على الأونجم. هدودي يلعب كرة في الجانب من ناحية محمد حمامي، حمامي الطير الأيمن يرجع للهدودي بجانب لعب يوسف أغردوم في استلام الكرة، يأخذ بعض الأمتار. هنا أغردوم يلعب كرة متابعة من بام عمر، تمشي لسعد الكرو، تبعد الكرة وجميل لانطلاقة من حميدة حديد، هذه مرة يتحول للجهة اليسرى لكن مرتضى فل، مرتضى في وضعية صعبة يحاول إبعاد الكرة، يتحصل على ركلة مرمى، غاب طويلا عموما المدافع السنغالي القادم من فريق المغرب التطواني. بالفعل هو مرتضى فعلا المدافع الذي سجل غيابه بشكل متواصل بسبب الإصابة قبل أن ينال الثقة اليوم من جانب المدرب حسين عموتة. قلت اليوم ثلاثة في المحور، عطوشي وفال ورابح، لكن لازلنا ننتظر هنا الهجمات الودادية، ولازلنا ننتظر البناءات الهجومية الودادية، ولكن الحسين وجماهير الوداد تعرف أن اللقاء اليوم هو غاية في الصعوبة، لأنه يخوض لقاءه أمام فريق متماسك، فريق مترابط على مستوى الخطوط الثلاث، وفريق فعلا أظهر انسجاما. هذا نتيجة العمل المتواصل والثقة الموضوعة في شخص المدرب عبد الرحيم طالب خلال السنوات الماضية. طبعا هذه نتيجة الاستقرار التقني بالنسبة للحسين أو عبد الرحيم طالب كمدرب لفريق الدفاع الحسني الجديد، رغم أن عبد الرحيم طالب في كثير من الأحيان اعترف بأن هناك من يحاول التشويش على عمل، من يحاول الضغط على مسيرة رفقة الدفاع الحسنية الجديدي، ولكن أنا أقول شخصيا لهؤلاء ولكل من يشوش على عمل عبد الرحيم طالب، من الأفضل أن تسكتوا، ومن الأفضل أن فعلا تبتعدوا عن الدفاع الحسنية الجديدي، وعلى هؤلاء أن يخجلوا من أنفسهم، لأن عبد الرحيم طالب حتى الآن يقدم عملا كبيرا رفقة فريق الدفاع الحسن الجديد. نعم هذه رسالة لكل من يشوش ولكل من يضغط بصورة سلبية على عبد الرحيم طالب، عليهم أن يخجلوا من أنفسهم، لأن طالب فعلا من المدربين الذين أثبتوا كفاءتهم رفقة فريق الدفاع الحسن الجديدي في السنوات الماضية، والدليل طبعا الصورة التي يقدمها في الموسم الحالي طبعا بوجوده كمنافس قوي على لقب الدوري المغربي هذا الموسم سعد ألغرو. بل أكثر من ذلك، هناك العديد من الأسماء الجديدية حاضرة مع منتخب المحليين وربما حتى مع المنتخب الأول، كما تابعنا مع سعد الكرو. بام عمر في وسط الميدان، هناك اللاعب حمامي يستلم الكرة في الجهة اليمنى، هذا هو اللاعب حمامي في اتجاه أنناح، لكن تعطي من أنس المرابط، الحكم يقول رمية جانبية لفائدة فريق الدفاع الحسن الجديدي. حتى الآن مباراة من دون فرص، ولكن نتوقع مواجهة تكتيكية ومواجهة فيها تحفظ كبير على مستوى الأداء الهجومي، ولكن ربما اليوم قد نشاهد على الأكثر هدف أو هدفين ربما، ولكن عموما كل شيء يبقى ممكن في هذه المواجهة. هنا عملت كسر الهجمة الجديدية، إبراهيم النقاش يصعد بها، تكشف هذه التمريرة من جانب لاعب مروان هدهودي في وسط الميدان. هدهودي يراقب الوضعية ثم يترك الكرة للحارس المجرب عزيز الكناني القادم من مدينة فاس من المغرب الرياضي الفاسي.
كرة في الجهة اليمنى، أجواء رائعة جدا في المدرجات وروح رياضية عالية بين الأنصار الجديدية وأنصار نادي الوداد البيضاوي. تمشي نصير، تغطية سيئة، هذا هو لعب لكرو، سعد لكرو بعيدة تماما، بعيدة تماما يا سعد، يا لكرو لاعب المدافع ولكن أيضا بحس هجومي. لازلت أتذكر آخر أهداف لعب سعد لكرو رفقة فريق الدفاع الحسن الجديدي كانت في مرمى حسنية أكادير، المباراة التي فاز فيها الجديدين بهدف مقابل لا شيء. نعم إنه لعب سعد لكرو القادم من فريق النادي القنيطري. كرة في الجهة اليمنى، هناك تغطية من طرف لعب حمامي، ترجع وداد يا جيبور، المرور يا جيبور، المرور لم يكن ممكنا يا جيبور. في هذه اللقطة تجيك المساندة من أنس المرابط، ترجع للمهاجم الليبيري، حط على كورتو وسط الحصار، هل يفك الحصار جيبور؟ وليد الكارتي بل واشرف بن شرقي، صراع كبير على الكرة في وسط الميدان، هذه التسديدة لكن ضعيفة ضعيفة وغير مركزة دون خطورة على المرمى الجديدية. لثاني مرة إبراهيم النقاش يجرب حطه في التسديد، لعب وسط الميدان، يتقدم في بعض الأحيان، يتقدم في بعض الأحيان، شوف الضغط اللي عمله على بامعمر لكن لم يحسن التسديد. اللاعب إبراهيم النقاش، الوداد نعم تنتظر تحديات كبيرة، زيد على المنافسة في البطولة، هناك ريان الشامبيونز ليغ، جماهير الوداد تتمنى هذه المرة اللقب، تتمنى الكأس في نهاية مشوار البطولة الإفريقية، في انتظار معرفة المنافسين يوم 26 من شهر أبريل السنة. هذا هو سعد لكرو، محمد علي بامامار، تغيير اتجاه الكرة تماما للجهة اليمنى، حذر شديد في هذه المباراة وتحفظ ودادي على مستوى الهجومي لأنه يعرف تماما خطورة الدفاع الحسن الجديدي، والحكم دون تردد يعلن عن ركلة حرة جانبية، وكالعادة يمشي زكريا حدريف لأتنفيل قريبة جدا من مرماك يا زويريا العروبي. هذه الإعادة مرة أخرى عن طوشي اللي كان فيها التغطية، حكم يقول ارتكبت خطأ امام اللاعب زكريا حدريف او وليد ازارو. وليد ازارو من الصاد، اشرب اشرب وادي العروبي وركز في الكره، ستكون خطيره خطيره جدا لان واحده من اسلحه الجديدين على الكرات الثابته. سعد لكرو هذه المره جاته في الجهه اليمنى، سعد لكرو من نوعيه اللاعبين الجيدين الذين يسددون من خارج منطقه الجزاء. هل يفعل سعد لكرو؟ هل يفعل سعد لكرو؟ ثلاث اهداف في الدوري المغربي، سعد لكرو نعم ثلاث اهداف في الدوري المغربي مشاهدينا الكرام، رفقة فريق الدفاع الحسن الجديدي هذا الموسم. بامعمر، بامعمر لمن هذه الكرة أمامي، كانت في اتجاه اللاعب حداد بالفعل لكن مقطوعة بطرف اللاعب يوسف رابح. انطلاقا من الجهة اليسرى الحكم، هنا الكرة تطول إلى التمس، طريقة تنفيذ الركلة الحرة لم تكن جيدة من اللاعب إبراهيم النقاش، اختيار لم يكن جيد من متوسط الميدان إبراهيم النقاش. كرة في الوسط مرة أخرى، بام عمر يغير تماما ناحية اللاعب سعد لكرو، يحصرها يروضها بشكل رائع، يرسل أمامية لكن مرتضى فعل موجود قصية هنا من مكان صعب جدا. وليد الكارتي أحد اللاعبين الجديدين ملقى على الأرض في هذه الأثناء، وين الروح الرياضية؟ وين وين الروح الرياضية؟ وجب إخراج الكرة فعلا، الحكم هنا يوقف اللاعب بالفعل على إصابة أحد اللاعبين الجديدين، هل هو وليد أزارو؟ بالفعل لثاني مرة وليد أزارو يسقط في هذه الأثناء. وليد أزارو أمامنا على الصورة، ذكرت بأنه الرابع أفضل الهدافين، ثمانية أهداف بعيد كل البعد عن ويليام جيبور. طبعا رغم أن المباراة تجرى
في منتصف الأسبوع، لكن جماهير غفيرة تحضر لملعب العبدي. كرة أمامية ودادية لكن تعطي مجموعة من التمريرات الخاطئة الملحوظة على لاعبي فريق الوداد البيضاوي. فعلا تمريرات خاطئة خاصة من وليد الكارتي وكذلك من طرف اللاعب إبراهيم النقاش، دون أن ننسى لاعب أشرف بن شرقي الغائب تماما. أشرف بن شرقي غائب تماما والآلة الهجومية الودادية لم تشتغل بعد. مشاهدي الكرام، أفضلية نسبية على مستوى الامتلاك لفريق الدفاع الحسن الجديد، ولكن دون خطورة على مرمى الزوير العربي. تونس الأمامية، هناك متابعة من الجهة اليسرى، محاولة المرور، محاولة العبور من الرواق الأيسر بن شرقي، والحكم يقول جانبية لفائدة فريق الوداد. يبدو سقوط أحد اللاعبين الوداديين بالفعل. الوداد البيضاوي الفريق اللي عنده مباراة يوم الأحد القادم ضمن فعاليات الجولة 24 أمام شباب قصب التيدلة، بينما الدفاع الحسني الجديد في مباراة صعبة جدا يلعب أمام فريق النهضة الأبركانية. حتى الآن الوداد البيضاوي لا يشتغل بالصورة التي ينتظرها الجمهور والتي توقع الجمهور. وهنا عمود، نعم اشرب 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 وهدي أعصابك يا عمود. فعلا أنت في مباراة لازم فيها التركيز، ولازم طبعا الملاحظة الدقيقة، ولازم الرؤية التقنية اللي تكون في محلها، يعني لأنه الآن كل نقطة وكل مباراة فعلا لها أهميتها في صراع على لقب الدوري المغربي، بينما المباراة لا زالت متوقفة بعد إصابة أحد المدافعين الوداديين. وأنس المرابط بالفعل الذي يخرج في هذه اللحظات، منافسة في الجهة اليسرى بين الثنائي بدر كداري وأنس المرابط. طبعا أنس كان حاضر بالمناسبة في المباراة السابقة أمام فريق النادي القنيطري. إذن تلعب الجانبية لفائدة فريق الوداد. تلعب الجانبية بسرعة، ويليام جيبور في السلام لمن يا ويليام، يتحرك أنس، هل يلحق بالكرة؟ هل يلحق بالكرة عرضية؟ تدخل من أجردو وهجمة مرتدة ممكن من طرف فريق الدفاع الحسني الجديد. زكريا حذريف يعمل الضغط، زكريا الحكم يقول خطأ. نعم الحكم يقول خطأ، كان صراع ثنائي بين وليد الكارتي وزكريا حذريف. رانا نص الساعة الأولى مشاهدي الكرام، دائما صفر مقابل صفر في هذه القمة عن المؤجل الجولة 22 من البطولة الوطنية. فريق الذي سيفوز في هذه المباراة معنويا سيلعب بارتياح كبير في الجولات القادمة. الوداد لو يمشي ويفوز بثلاث نقاط يقول مع نفسه الله على راحة، الله على راحة، لأنه سألعب الديربي بارتياح كبير، سألعب الديربي بدون ضغوطات، لأنه إذا فاز الوداد اليوم ربما حتى التعادل ستكون نتيجة إيجابية في مباراة الرجاء الرياضي في الديربي. نفس الشيء بالنسبة للدفاع الحسن الجديدي، معنويا الفوز على الوداد، على المتصدر، على المرشح القوي للتتويج، هذا سيكون مفيد جدا في تدبير سليم لما تبقى من مباريات البطولة الوطنية. أينك يا أشرف؟ يا بن شرقي هنا يا السعد لتنفيذ هذه الركلة الحرة. حتى الآن ما شفناش أشرف، ما شفناش الهجوم الودادي، بينما كرة هنا للأحمر، هنا تتهيأ داخل منطقة الجزاء والخطورة لازالت قائمة. أينك يا جيبور؟ والصافرة من خالد النوني تمنح ركلة حرة لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديد. نصف ساعة كان فيها الترقب، وكان فيها التحفظ، وكان فيها الصراع التكتيكي، وكان فيها أكيد ثنائيات على مستوى وسط الميدان، لكن حارسي المرمى لعزيز الكناني على كذلك السوير اختبر في مواجهة اليوم، بينما كرة ملعوبة على الجهة اليمنى. هنا متابعة من طرف الدفاع نصير، والحكم يتدخل مرة أخرى. عديد الأخطاء، عديد التدخلات نشاهدها من جانب عناصر الدفاع الحسن الجديد كما الوداد. نصير ينفذ التماس، لأنه خالد النوني شاب، لأن هناك
رمية جانبية وليس الخطأ. أوناجم يحاول المرور، أوناجم مراقب اللاعبين، لازم المساندة للاعب أوناجم، واللاعب كان قريب من جانب اللاعب أوناجم. ترجع جديدية في وضعية صعبة، سعد الكرو يخرج إلى رمية جانبية في نهاية المطاف لفائدة فريق الوداد البيضاوي. أعتقد بالنسبة للمدربين تفكير أكثر في تفادي الأخطاء وتفادي تلقي هدف أكثر ما يبحثون عن الأداء، لأن المهم في هذه المرحلة بالذات هي الفعالية وهي النتيجة بعيدا تماما عن الأداء. بربما هذه واحدة من تبريرات المدرب الحسين عموتة بعد نهاية المباراة السابقة أمام فريق النادي القنيطري، لأن الكل اشتكى من الأداء والكل تحدث عن غياب العرض المقنع من جانب الوداد البيضاوي، ولكن أتصور بأن فريق النادي القنيطري هو الآخر كان يبحث عن على الأقل نقطة من مدينة الدار البيضاء. صعب جدا أن تلعب أمام الفرق المهددة بشكل مباشر بالنزول، وهذا ما حصل كذلك للرجاء الرياضي بالأمس أمام كوكب المراكشي جريح. كوكب مراكشي فعلا يبحث عن توقيع النجاة ويبحث عن تأمين المكان في دوري الدرجة الأولى، وبالتالي المباراة كانت صعبة، بل الأكثر من ذلك فريق الكوكب كاد أن يخطف هدفا في الوقت المحتسب بدل الضايع عن طريق محمد لفقي اللي فاجأ أنس سنيتي، ولكن تدخل لا يفعل إلا الكبار. وهنا الحديث عن أنس سنيتي الذي أنقذ ربما الرجاء الرياضي من هزيمة ليس في توقيتها المناسب تماما لكتيبة المدرب محمد فاخر. نعود للمباراة وللمجهودات الجديدية، محاولة المرور بطريقة فنية رائعة تبقى للدكانيين. إصرار زكريا حذريف يصطدم هنا بخبرة رابح. رابح يرتكب الخطأ، رابح يقع في المحظور في كل مرة يستلم فيه الكرة زكريا حذريف، إلا ويعاني مدافع الوداد البيضاوي. هذه الإعادة مرة أخرى، المسك واضح يا رابح، لماذا تناقش الحكم؟ هذا المسك واضح والتدخل أوضح من جانبي لاعب يوسف رابح. هنا اللحظة اللي احتج فيها يوسف رابح، وشفنا حتى زكريا حذريف يقول الحكم بأن رابح يستحق الورقة الصفراء، ولكن خالد النوني اكتفى فقط الإعلان عن ركلة حرة مباشرة. هذا ما يبحث عنه زكريا حذريف، ولكن صعب يا زكريا، صعب أن تسدد مباشرة، صعب جدا لأن الزاوية صعبة، وبالتالي أتصور بأنه سيرفع الكرة في اتجاه أصحاب القامات الطويلة، خاصة مع صعود يوسف أجردوم ومروان الهدهودي. وجود الكورياتور وليد الزارو، الحكم يعطي إشارة تنفذ الكرة وخطيرة بمعمر داخل المنطقة. صراع جديد ودادي في منطقة الحقيقة، هذه خطيرة، سويل عربي ينقذ الوداد. الهرب 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 الودادي، يا وين وين طريقك وين يا محمد يا ناجم؟ الكرة ضاعت يا ناجم في مرتد سريع، لم يتم الاستفادة منه من جانب لاعب ناجم. نناح يقوم بالتبويه، لمن يا نناح؟ الكرة تمشي للجانب، 10 دقائق المتبقية على نهاية الشوط الأول. أبرز كرة هي الوحيدة عموما، بام عمر يمرر العبور، كان سلس يا بام عمر، والمتابعة من نناح، لكن العربي يجيب، العروبي يجيب. هنا تعطيته كانت ممتازة في أصعب امتحان يا العروبي منذ بداية المباراة. رايا هنا يد اليسرى حرمت الجديدين من هدف التقدم. انتظرنا طويلا مثل هذه الفرص، ولازلنا ننتظر أول كراتك يا الوداد، لازلنا ننتظر أول فرصك يا الوداد. حتى الآن الجديديون، حتى الآن الجديديون يسيرون المباراة بشكل محترم، لكن هل يكفيهم التعادل؟ هل يكفيهم التعادل؟ لا إطلاقا، لا، يبحثون اليوم عن الانتصار. والخطأ موجود، خطأ موجود في كرة الماضية،
بالفعل تدخل من حميد أحداد في حق لاعب يوسف رابح. فعلا هذا هو المثلث الخطير لاعب أزارو أحداد وزكريا حدريف، لكن ما تعودناش على أيوب نناح وسط هذا الثلاثي. إذا المباراة لا زالت متوقفة مشاهدينا الكرام. وهي فرصة للمدرب المساعد بالمحمود ربما لقراءة أفضل ولتصحيح الوضع، لأنه إذا استمرت الأمور بهذا الشكل ربما الدفاع الحسن الجديدي قد يسجل. على فكرة لم يسبق لأي فريق في البطولة الوطنية أن تقدم أولا بملعب العبدي. نعم، لم يسبق لأي فريق في البطولة الوطنية أن تقدم على الدفاع الحسن الجديدي في ملعب العبدي. هل يفعلها فريق الوداد البيضاوي؟ هل يكسر القاعدة؟ مرتضى فعل يرسل أمامية بحثا عن ويليام جيبور. يا سلام، يحطها بالراس، يتفاعل مع أوناجم، ترجع لجيبور وسط ثلاث لاعبين، يغير للجهة اليسرى. عودة كانت موفقة من محمد علي بامعمر. ترجع ويدادية، هناك أشرف آبن شرقي ربما يختار حل المراوغة. أشرف الكعب يحضر لأناس، أناس العرضية، الكرات العالية بكل تأكيد لن تفيد الوداد البيضاوي في ظل وجود يوسف أقردوم ومروان الأدودي. تلعب سريعة، جيبور ويليام لاعب اللي سجل في مرمى معظم الأندية المغربية، ربما ينقص التسجيل في مرمى أسفي في مرمى الدفاع الحسن الجديدي. هل يفعل اليوم ويليام جيبور ويسجل هدف 17 في مسيرته؟ عموما سننتظر الدقائق القادمة. سعد الكرو قاعدة تماما على الطير الأيسر، الحكم يقول جانبية. بام عمر دور كبير حتى الآن في وسط الميدان للحد من خطورة الوداد ولحرمان الوداد من بناء هجوم انطلاقا من وسط الميدان. أقول بأن وسط ميدان الدفاع الحسن الجديدي حتى الآن قائم باللازم مع طارق الساتي وعلي بام عمر، كذلك وجود لزكريا مع حميد أحداد. رمية جانبية ودادية، عبد اللطيف نصير، ما شفناش دور الطايرين لنصير. وكذلك لعب انس مرابط في تيل السيستم الذي يلعب به المدرب الحسين عموتة. كرة في التماس التنفيذ عن طريق عبد اللطيف نصير. نصير لمن؟ مراقبة لصيقة لكل لاعبين الوداديين. هنا مرقولة داخل المنطقة، لكن الحكم ماذا يقول؟ إشارة لوجود خطأ بالفعل، والتنفيذ سيكون من الحارس عزيز الكيلاني، من أكبر اللاعبين سنا في البطولة الوطنية مشاهدينا الكرام. طبعا قارب 40 سنة ربما. نعم، الحارس عزيز الكيناني، الحارس اللي حمل قميص مجموعة من الأندية المغربية، فعلا 38 سنة يعني على أعتاب 40 سنة. الحارس عزيز الكيناني ربما من أجمل الذكريات كانت مع فريق المغرب التطواني لما توج بلقب البطولة الوطنية، وكذلك رفقة الكوديم فريق النادي المكناسي عندما صعد بالفريق إلى دوري الدرجة الأولى. لكن أين هو النادي المكناسي؟ أين هو الكوديم؟ الكوديم أصبح في خبر كان. مع الأسف الأشياء كثيرة تغيرت في البطولة الوطنية. هذه فرصة خطيرة، هي الاسم الذي تحدثت عنه قبل لحظات وعن مشواره قبل لحظات، ينقذ الدفاع الحسني الجديدي من هدف محقق. سنشاهد الإعادة. أشرف بن شرقي كان قريبا من اللحظات القليلة ومن الفرص القليلة في المباراة. هنا أشرف بن شرقي يسدد هنا
لس أدري أشرف بن شرقي اختياره للمكان كان خطأ. أشرف بن شرقي في الكرة الماضية بالفعل ربما حط في القائمة الثاني كانت أكثر خطورة وربما لجاء الهدف لفائدة فريق الوداد البيضاوي. عزيز الكناني بالفعل يتصدى ويرد على سوير العربي في كرة صعبة. حارس السابق للنادي الكبير والنادي ذو الإرث الكبير فريق الكوديم الذي أصبح في خبر كان في دورية الهوات مع الأسف. هذه كرة من أشرف بن شرقي يقوم بالمراوغة يفتح المجال هناك على الجهة اليسرى. الكناني أقرب إليها، الكناني أقرب لهذه الكرة. يا سلام يا أشرف يا بن شرقي، يا سلام يا أشرف لما قمت بالمراوغة. شوف يا سلام يا سلام، أوه المهارة حاضرة من بن شرقي والعبور كان ممكنا يا أناس يا المرابط. فكرة كانت ممتازة من أشرف بن شرقي لكن التدخل في نهاية المطاف كان من الحارس عزيز الكناني. بدأ يتحرك فريق الوداد، هذه ثاني مناورة عن طريق نفس اللاعب أشرف بن شرقي اللي يتحرك الآن. يظهر أشرف بعدما كان نائما تقريبا، عموما هجوم الوداد كان نائم في ظل الأسرار الجديدة للاقتراب من زوير العروبي. تمشي ودادية لحظات مهمة جدا في مسار الوداد خلال هذه المباراة ونحن نعيش الدقائق الأخيرة على نهاية المواجهة. سير الوداد يحاول في محاولة نعم لإيجاد المعبر نحو مرمى عزيز الكناني. استخلاص الكرة من أمين يلعب لأناس، هناك مساحة يا وليد الكارتي يرسل أمامية. أشرف بن شرقي في الانتظار يتوغل أشرف، تعطيها هنا صعبة والوداد لازال يضغط. تقدم لأناجم يساند أشرف هناك في الجهة اليسرى لكن في النهاية الحكم يقول تمس. نعم لحظات عصيبة جدا يمر منها دفاع الدكرين في هذه الأداء ونحن نسير لنهاية هذه الجولة بنتيجة التعادل. عموما فرصتان فقط في هذه الجولة سجلنا واحدة للدفاع عن طريق أيوب نناح وكذلك واحدة مثلها للوداد عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي. تلعب الجانبية، انطلاقة من الجهة اليمنى، هناك لاعب مرتضى فال يحمي كورتو يراقب الوضعية والحكم بالفعل تدخل هنا للاعب الجديد ولكن حتى التغطية كانت حاضرة من المدافع مرتضى فال. كرة ودادية نعيش الدقيقة الأخيرة بالفعل على نهاية الشوط الأول. فعلا كيف ما كان الحال هناك تحفظ، هناك تحفظ كبير في الأداء الهجومي خاصة من جانب فريق الوداد البيضاوي ويعرف تماما أنه الجديدين خطيرين لو تأتيهم المساحات لو تأتيهم الفراغات في منتصف الوداد خاصة مع سرعة زكريا وحداد وأيضا الوجود الخطير لوليد أزارو. كرة في التمس يعني الاستحواذ نسبيا هو لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديد ولكن شفنا الصفاقة في هذه اللحظات لفريق الوداد البيضاوي. تنفذ الجانبية بطرف اللاعب أمين عطوشي، ضاعت الكرة دقيقتين كوقت محتسب بدل ضايع. فعلا الصورة واضحة دقيقتين هنا يتم احتسابهما وقت بدل ضايع لأنه كانت هناك بعض التوقفات خاصة الإصابة التي لحقت بالمدافع الأيسر أنس المرابط. عزيز الكناني، عزيز الكناني يرسل كرة أمامية في اتجاه لاعب وليد أزارو. إذن سعد القرو في تنفيذ التماس
سعد لقرو يلعب كرة لوريد، الحكم يقول جوزات الخطية وريد يا أزارو. كرة في الجهة اليمنى هنا أمامية، فرصة لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديد. تدخل بالفعل، التدخل من إبراهيم النقاش، التدخل من جانب اللاعب إبراهيم النقاش. كرة مبعدة إلى التماس، إذن تلعب أمامية. مرتضى فال يدخل مرة أخرى، محمد علي بمعمر تمشي لناح عرضية. غريب غريب جدا طريقة تمرير هذه الكرة من الجهة اليمنى. إبراهيم النقاش يستلم هذه الكرة، يلعب لوريد الكارتي. وريد يعني غريب أمر الوداد لعب كرات مباشرة بهذا الشكل، يصعب عليهم البناء الهجومي، يصعب عليهم المرور عبر وسط الميدان، لأن الجديدة فعلا واقفة بشكل ممتاز ومنتشرة بشكل ممتاز فوق رقعة الميدان، يجبرون لاعب الوداد على تمرير كرات مباشرة نحو ويليام جيبور المضروب عليه حراسة لصيقة من الثنائي يوسف أجردوم وكذلك مروان الهدودي. والحكم خالد النوني بالفعل يطلق الصافرة منيا الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، نتيجة عكست الأداء المتوسط في المباراة مع تسجيل فرصتين، واحدة لنناح والثانية كانت لأشرف بن شرقي. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، لنعود إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني.